يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هل يعتبر من الشرك الأكبر؟ لا يطلب من الميت شيء، لا الرسول ولا غيره، لا يطلب من الميت شيء، لأن الميت ميت انقطع عمله، لكن يدعى له ويطلب له من الله المغفرة والرحمة ويتصدق عنه، هو الذي بحاجة. أما أنه يطلب من الميت شيء هذا لا يجوز. نعم.